صار معي حادث صاروخ عم ظبطه بقوم بقلب عجري، كان الجرح كبير وجينا لهون قطبوا لي 40 قطبه. لولا من هالمركز هيدا اكيد صرت انا بحاله خطر وصار النزيف ما بوصل على مستشفى ابعد من هوني. يعني اذا حدا سخن مش قادرين نوصل له للحكيم بسهوله، اوقات كثير ناس بتموت ما بنقدر نوصلها انه لانه بتموت معنا على الطريق. لحديت ما بلشوا بهالمركز هون صار في امل كثير كبير انك انت تقدر اذا وجعك شيء تقدر تشوف حكيم مركز مهيئ. صار في عنا 9 حكمة اللي عم بيعينوا هون من كل اختصاصات. طورنا المركز بالنسبة للخدمات المقدمة للأدوية للفاكسيناسيون عند الأطفال، كمان جددنا الطوارئ، صار عنا سيرفيس إيرجونس من أكثر المراكز المجهزة والحديثة يعني بالمنطقة. في كمان ناس سوريين عم تيجي بتتحكم وبتاخذ علاجات من هون. 90% من الأزمات القلبية اللي كانت تجينا قبل ما كنا نقدر نخلص لها حياتها، بفضل التجهيزات اللي موجودة هلا، المونيتور، الديفيبريلاتور، الشريود الجونس اللي معبى أدوية، صار فينا نخلص له حياته للمريض، وبفضل الأمبيرونس اللي موجودة عندنا صار فينا ننقله بأسرع وقت ممكن على المستشفى. نحن 16 متطوع بنساهم بنقل المرضى من مركز دير الأحمر الصحي لأقرب مستشفى علينا. نحن هون بالصيدلية منقدم الأدوية المزمنة والغير المزمنة للمرضى اللي بيزوروا مركز دير الأحمر الصحي. وجود مشروع مالطا بالمركز أفادنا بمكننة ملفات المرضى. نحن هلأ صار فينا نتعامل بمهنية أكثر مع ملفات المرضى ومتابعتها. صار فينا نعرف كل مريض شو الأدوية اللي كان عم ياخدها، شو المشاكل اللي كان عم بيعاني منها، لنتأكد إنه المريض عم ياخد الدواء الصحيح لمرضه وما في عنده أي نوع حساسية على أي دواء وصف له إياه الحكيم، وما في تفاعلات بين الأدوية اللي عم ياخدها. خلال تنفيذ المشروع خطة العمل ارتكزت على عدة محاور، من بيناتهم سيفتي، كواليتي، أكيوريسي، إفيشنسي وسستينابيليتي. كرمال هيك قدرنا خلقنا تراست عند الكوميونيتي وقدرنا زدنا عدد البيشنت 83% وعدد السيرفيسز 46%. هالمختبر قيد الانشاء هو ناتج عن الكوست اوبتمايزيشن بروسيسز ورح يتنفذ حسب المواصفات العالميه ويقدر يامن استمراريه وكونتينيوس ريفينيوز. تو ري انفورس اند نوت تو ريبليس هو مبدا حققناه بتطوير مركز دير الأحمر الصحي.